أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم أيها المستمعين الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلق الشوط الثاني مخصص هذا الشوط للزمول، وهو الشوط الرئيسي للزمول، لا يقل أهمية عن الشوط الذي مضى. ونزف التهاني والتبريكات إلى صاحب هسترة ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسلت لانتزاع هذا الشوط الاول الرئيسي. انطلق شوط جديد وشوط رئيسي، وسوف نوافيكم بالاسماء وسوف نسرد عليكم اسماء المشاركين. اول المراكز واول المنطلقين نرى بدران على اول المراكز، ناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري على المركز الاول والصدارة. ثاني المراكز وثاني التحديات نرى القدوم من قبله هنا شاهين صالح بن حمد بن جابر العاض المري على ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز نرى الباز على ثالث المراكز، صالح بن حمد بن صالح ابو شريده العذبه على ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع المراكز ونرى القدوم من قبله هنا السعدي سالم بن محمد المسورة بن محميد الجربوعي على رابع المراكز ورابع التحديات. خامس المراكز ونختم نداونا مع البواردي ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند. هنا هذه الخمس المراكز الاولى أتممناه على مسامعكم، وبكم نعود إلى الصدارة، وبكم نعود إلى المقدمة، ونعود إلى بدران. بدران على الصدارة وعلى المقدمة، ناصر بن حفيظ بن سالم النابت المرية، ولكن نرى هنا على ثاني المراكز شاهين يباريه جنبا لجنب صالح بن حمد بن صالح بن جابر العاض المري على ثاني المراكز وثاني التحديات. ونرى الباز ثالثا، هنا الباز صالح بن حمد بن صالح ابو شريده العذبه على ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع المراكز هنا القدوم من قبل السعدي، السعدي يا بعدي سالم بن محمد المسيره بن محميد الجربوعي على رابع المراكز ورابع التحديات. خامس المراكز ونرى هنا البواردي على خامس المراكز، ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند صاحب رمز في سن الاجداع، وهذا هو حاضرا في سن الزمول. ولكن نعود إلى الصدارة ونعود إلى الصراع الرباعي. هنا الصراع الرباعية بين الزمول، هدير الزمول بدا مبكرا، هدير الزمول. وبكم نعود إلى بدران، هنا بدران على المقدمة ومتسيد هذا الوقف ناصر بن حفيظ بن سالم النابت المرية. قطعنا كيلوين وتبقى 4 كيلومترات، هذه المسافة التجهيزية 6 كيلومترات، وتسمى هذه المسافة مسافة الطفح. يا سلام يا بدران، ناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري على الصدارة وعلى المقدمة. ونرى القدوم من شاهين، هنا صالح بن حمد بن جابر العاض المرية، ولم يخني الذاكرة هذا شعار بن سفران، نعم مبارك بن عبد الله بن سفران المري على ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز الباز صالح بن حمد بن صالح ابو شريده العذبه على ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع المراكز نرى القدوم من قبل السعدي سالم بن محمد بن مسفره بن محميد اليربوعي. ونرى خامس المراكز اول نداء للريان محمد بن مبارك محمد البريدي الهاجري على خامس المراكز وخامس التحديات. وانتقل انتقاله ممتازه لرابع المراكز وعينه على الناموس. ولكن نعود الى بدران، هذا هو بدران متسيدا هذا الموقف. بدران سالم او ناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري على الصداره وعلى المقدمه. يطالبونك الجمهور بنقطة مسائية، بنقطة جميلة يا ابن حفيظ، ولكن نرى القدوم من الريان محمد المبارك محمد البريدي الهاجري على ثاني المراكز وثاني التحديات. أذعناه قبل قليل على خامس المراكز، وهذا هو يتواجد على ثاني المراكز وعينه على الناموس. ثالث المراكز بن محميد غادم هنا على ظهر السعدي، سالم بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي على ثالث المراكز وثالث التحديات.
التحديات. رابع المراكز شاهين صالح بن حمد بن جابر العاض المري على رابع المراكز ورابع التحديات. خامس المراكز نرى القدوم من شعار ابو شريده، هنا الباس صالح بن حمد بن صالح ابو شريده العذبه على ثالث او على خامس المراكز وخامس التحديات. ونرى الدخول من قبل البواردي ناصر بن عبد الله بن عبد الله ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند. هذا الشعار شعار الشوط الرئيسي للابكار. ولكن نعود الى الصداره والى الريان. هذا هو الريان على الصداره وعلى المقدمه. محمد بن مبارك بن محمد البريدي الهاجري على المركز الاول والصداره. ونرى بدران ثانيا، هذا هو بدران تراجع قليلا. هنا ناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري ثالث المراكز، يصل هنا السعدية وينتقل انتقالا ممتازة الى ثاني المراكز وفي طريقه الى الناموس. هنا السعدية المملوكة لسالم بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي. الشوط الاول الرئيسي يذهب الى اين؟ هذه الاسماء بدأت تتحول المراكز وبدأ الظهور باسماء جديدة. نرى شهير رابعا صالح بن حمد بن جابر العاض المري على رابع المراكز ورابع التحديات. خامس المراكز نرى القدوم هنا من شعار نرى القدوم من قبل مياس سالم بن محمد بن علي الحديد المري على خامس المراكز وخامس التحديات. بدأت الأسماء بالظهور. كيل وين تفصلنا عن خط النهاية. ونعود إلى بن محميد غير مجريات هذا الشوط. هنا نرى السعدية، هنا سالم بن محمد بن مسر بن محميد الجربوعي ينتقل انتقالة ممتازة إلى الصدارة. ولكن هنا تراجع قليلا الريان محمد بن مبارك محمد البريدي الهاجري على ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز نرى القدوم من بدران ناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري. وين يروح للشوط؟ وين يروح بن محميد ولا البريدي الهاجري؟ ونرى هنا بن حفيظ على ثالث المراكز، ولكن العاض قادم على رابع المراكز صالح بن حمد بن صالح صالح بن حمد بن جابر العاض المري على رابع المراكز. اشعار بن حديد على خامس المراكز. مياس يا سلام يا مياس، مدام عندك ولد مياس اسبق عقال السبق من كوس. سالم بن محمد بن علي الحديد المري على خامس المراكز وخامس التحديات. ولكن بن محميد راح بن محميد، هذا هو السعدي على المقدمة وعلى الصدارة. سالم بن محمد بن مسهر بن محميد الجربوعي يا سلام يا بن محميد، هذا هو بن محميد يتسيد هذا الموقف من الكيلو. الكيلو الأخير بوابات العدو، هنا بوابات العبور، صفارة الإنذار أطلقها السعدية. السعدية أبعدية، هنا يطالبك بن محميد بنقطة صباحية أو نقطة مسائية. السعدي سالم بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي بن حديد قادم، مياس قادم، مياس يا مياس. سالم بن محمد بن علي بن حديد المري يصل مياس. يا سلام الله، هذا الأرض هذا الركض الممتاز. نرى مياس والسعدية، السعدي ومياس، ولكن مياس او قلت لكم مدام عندك ولد مياس البس عقال السبق من كوس. اشكرك اشكرك يا بن حديد على هذا الاداء الممتاز وهذا الركض التلقائي. يا سلام يا مياس. السعدي يحاول على ثاني المراكز ونرى البواردي، ولكن الله الله يا مياس. اشكرك يا بن حديد على هذا الاداء الممتاز لمياس. الله يا مياس. سالم بن محمد بن علي الحديد المري هنا يلتقط الشوط الرئيسي بكل جدارة. اشكرك اشكرك يا بن حديد على هذا الاداء الممتاز، ولكن اسعدي اسعدي قادم، اسعدي مياس مياس اسعدي، ولكن مياس مياس يا مياس. غفية خط النهاية واعطي مياس احلى تحية. يا سلام يا مياس. اسعدي قادم ولكن مياس حسم هذا الموقف. اشكرك يا بن حديد، تهانينا والف مبروك لسالم بن محمد بن علي الحديد المري لانتزاع مياس الشوط الاول الرئيسي المخصص لزمول ثاني المراكز. ثاني المراكز كان القدوم من قبل السعدي، ما قصر السعدي
سالم بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي ثالث المراكز.